إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من المنطقة ديال عيس من زواغا العليا بطبيعة الحال. تحية للموسيقى الله يحفظك. زواغا العليا بطبيعة الحال هنا إذا كما قلت متابعينا عدت لكم مجددا، قلت إعطاء انطلاق ثلاثة ديال الملاعب ديال القرب هنا والتدشين ديالهم أكيد، وانطلاق دوري مصغر ديال كرة القدم هنا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. غنعطيو الآن الساكنة ديال المنطقة يتحدثوا لنا على هذا الحدث. السلام عليكم خويا، قرب عليك الميكرو. السلام عليكم، عواش مروكا، أنا من الساكنة ديال زواغا. نمس الساكنه ديال زواغا، كيف فرحنا هاد الملاعب اللي داروا، كيف فرحوا وقول الاطفال المتنفسين غيمارسوا الهوايه ديالهم الرياضيه على وهي كره القدم اللي محبوبه عند الشعب المغربي كله، وان شاء الله غادي يعمروا الوقت ديالهم، ما غيبقاش عندهم ذاك الفراغ، والحمد لله وغيتعطيكم بزاف المسائل اللي تقدر تكون عندها عواقب عليهم، ولكن الحمد لله لا المسؤولين ولا الجمعيات ولا الوداديات ولا حتى الاطر الرياضيه ديال منطقه زواغا راها كتواكبهم وراها متبعه معاهم المسائل وغاديه معاهم ان شاء الله من حسن الى احسن الى ان شاء الله تكون الامور في واحد المستوى عالي. شكرا لك خويا. السلام عليكم، شي كلمه. وعليكم السلام. عبد المجيد متوكل النائب الاول لرابطه الجمعيات الرياضيه ورئيس نادي رياضي كذلك في المنطقه. اولا كنشكروا قناه الشعب شوف تي في اللي دائما صراحه حاضره، فدائما كتعيش صراحه الافراح والمسرات مع المغاربه. شكرا لها وشكرا للطاقم ديال شوف تي في. هذا النهار هذا صراحه عندنا يوم صراحه انا اعتبره عيد بمناسبه افتتاح هذا المجمع الرياضي، هذا المعلمه الرياضيه. انا لا اقول ملاعب القرب ولكن اقول معلمه رياضيه. من هذا المنبر كنقدم التحيه والتقدير للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله، وكنشكره للسلطات المحليه في شخصها سيد ولي جهه فاس مكناس، كذلك كنشكره كل من ساهم في انشاء هذه الملاعب، وكنحيي الجمعيات الرياضيه وكنحيي الجمعيات الناشطه في هذا القطاع ببلوك سي كذلك، كاين ثلاثه ديال الجمعيات كترفع لهم القبعه، وتحيه كذلك لساكنه بلوك سي حي الوفاق، كنحيي الساكنه ديال مقاطعه زواغه كامله، وكنطلب من المسؤولين باش يديروا واحد النظره لهذ النفوذ على وجه الخصوص النفوذ ديال المنطقه الحضاريه زواغه اللي هي كتفتقر الملاعب، لا الملاعب البلديه ولا الملاعب القرب. لاول مره في التاريخ كيتنشؤوا ثلاثه ديال الملاعب في نفوذ هذه المنطقه هذه، وكنطلب من المسؤولين لا من المنتخبون ولا من جميع الجهات النظره ديال الرحمه في هذه المنطقه هذه، وتحيه جمعويه. تحيه للمتابعين. كما سمعتوا بطبيعه الحال ساكنه المنطقه هنا فرحانين، الوليدات ايضا فرحانين لربما بهذا الانجاز اللي كاين هنا في المنطقه ديال زواغه. حنا دائما كنديروا لايفات وكنطالبوا المسؤولين باش انهم يديروا الادوار ديالهم ويصوبوا ملاعب القرب لوليدات الشعب، لوليدات الاحياء الشعبيه. اكيد ملي كتكون شي مبادره بحال هكا فكنجيو كنقولوا بانها هو تصوبوا ملاعب القرب. حنا ماشي دائما عندنا ذاك النظره السوداويه للمنتخبين ولا المسؤولين، حنا كنطالبوا فقط باش لان كل الاحياء المغربيه يكون فيها الكرامه كنحسوا على الكرامه، راه كيكون حتى الوليدات يلعبوا بكرامه ما يلعبوش غير هكا بطبيعه الحال. التفعيل بطبيعه الحال ايضا الدور ديال الشباب، الخطابات الساميه بطبيعه الحال السابقه تحدث على الشباب والدور ديال الشباب. الشباب خصنا نهضوا بهم، خصنا نوفروا لهم الفضاءات فين يلعبوا فين يتقلوا المواهب ديالهم بطبيعه الحال. متابعينا الكرام غنواصل معكم في هذا البث المباشر، حراره مفرطه كاينه هنا كتشوفوا معنا. هذوما الملاعب اللي تم التسجيل ديالهم اكيد اليوم واعطاء انطلاقه ديال نسخه ديال الدوري كره القدم مصغره كما كتشاهدوا معنا. هذوما الملاعب اللي بدات كيلعبوا. وهنا التواجد كبير ديال الساكنه واللجنه المشرفه ايضا كنشكرهم وكنحيوهم كما كتشاهدوا معنا متابعينا ومشاهدينا الكرام.
ثم الملاعب كنحاول نقربكم من الاجواء هنا كيفاش دايره. ثلاثه ديال الملاعب ديال القرب اللي تم التسجيل ديالهم اكيد، والناس فرحانين يعني بهذا الانجاز اكيد. بالنسبه للحي الشعبي حي عين السمن كتشوفوا الحركيه كيفاش دايره، وليدات الصغار كياخذوا لي بولو يعني كيستمتعوا بهذ الاجواء، كيتقيدوا ليه في ذاك المكان، كيجيو كيلعبوا هنا. كاين مجموعه ديال الفرق. متابعينا الكرام، قلت لكم الاجواء هنا هي مبادره محموده. كنحييكم وكنشكركم بزاف، شكرا للطاقم المشرف، الجمعيات اللي مشرفه على يعني تسيير هذه الملاعب، شكرا للمسؤولين، شكرا لكل الناس اللي ساهموا في اخراج هذه المشاريع لحيز الوجود. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.